الكاتب والمحلل السياسي دكتور هاني الدالي معي من اسطنبول. دكتور هاني الدالي، كيف ترى العلاقة أو التداعيات المحتملة للضربة الإيرانية أمس على الوضع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر هناك؟ بداية تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد هذه الضربة يعني لها تأثيرات على الاحتلال الإسرائيلي وانعكاساتها على الواقع في قطاع غزة والعدوان على شعبنا الفلسطيني. من اللحظة الأولى التي بدأت بها التهديدات الإيرانية للانتقام وللرد على استهداف السفارة والقنصلية الإيرانية في دمشق، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بسحب جزء من قواته من قطاع غزة. بدأ الطيران الاستطلاع ووتيرة العمليات في قطاع غزة تتراجع عن السابق، تحريضا وانشغالا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الرد الإيراني أو يعني الاستعداد للرد الإيراني. هذا كان واضح وكان لافت جدا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، في لحظة عمليات الاستهداف وخاصة ليلة أمس، واضح كان أن أجواء قطاع غزة خلت من طائرات الاستطلاع ومن أي هجمات على قطاع غزة. وشعبنا الفلسطيني بالمناسبة استغل هذه الأجواء بعودة جزء من شعبنا الفلسطيني من جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة، ثم بعد ذلك أدرك الاحتلال الإسرائيلي هذا الجانب وانتبه له في الصباح، يعني تقريبا بعد الساعة 10 صباحا، أن هناك عودة لأهلنا وشعبنا إلى شمال قطاع غزة. بالتأكيد عندما نتحدث نحن عن أي استهداف للاحتلال الإسرائيلي بهذا التوقيت، هو يخفف الضغط عن قطاع غزة، هو يشغل الاحتلال الإسرائيلي من التركيز على شعبنا في قطاع غزة. اليوم نحن نتحدث عن مفاعيل معركة طوفان الأقصى، هذه المفاعيل واضح أنها بدأت تؤتي أكلها بشكل كبير وبشكل متسارع. عندما يتم استهداف الاحتلال الإسرائيلي من إيران، هذه المسافة التي تبعد عن فلسطين المحتلة أكثر من 1500 كيلومتر إلى 2200 كيلومتر، ويتم استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة في التاريخ من قبل إيران واستهداف مباشر، بالتأكيد هذا إثبات عملي وفعلي لضعف الاحتلال الإسرائيلي. طيب، والهشاشة في هذه الزاوية، هذه الضعف والهشاشة، هذا الضعف والهشاشة، إلى أي مدى بدا واضحا أمس عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط معظم الصواريخ والدفاع عن إسرائيل بدلا عنها؟ ممتاز، هذا سؤال مهم جدا. الهشاشة كانت واضحة ليس من الأمس، والدفاع إسرائيل وبريطانيا وفرنسا والأردن حتى نكون واضحين في هذا الجانب، لأن هناك كان حديث إعلامي أن هناك دفاعات جوية انطلقت من الأراضي الأردنية للتصدي للهجمات الإيرانية وللصواريخ والطائرات الإيرانية. هذا بالتأكيد لم يكن للمرة الأولى. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي من الضربة الأولى التي وجهت له في 7 أكتوبر فقد توازنه، فقد قوته، فقد أيضا ركائز الأمن الإسرائيلية 5 ونظرية على رأس نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، والأهم من ذلك هو فقد يعني العقد الاجتماعي الذي كان متعارف عليه ما بين المجتمع الإسرائيلي وبين القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وما كان ما يعرف بين هلالين الجدار الحديدي. فتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها هي والدول الغربية للدفاع عن الكيان الإسرائيلي، وهذا أصبح واضح. الآن الاستكمال لهشاشة الاحتلال الإسرائيلي وضعف الاحتلال الإسرائيلي أيضا، وهذا إثبات أيضا كما تحدثت، إثبات عملي وحقيقي أن هناك كان دفاع والذي تصدى للهجمات ليس إسرائيل والكيان الإسرائيلي، وليس الدفاعات الإسرائيلية. الدفاعات الإسرائيلية تصدت ب يعني مراحل متقدمة لبعض الصواريخ التي وصلت إلى الكيان الإسرائيلي، ولكن من قام بالتصدي لهذه الصواريخ والطائرات بالتأكيد هي الولايات المتحدة الأمريكية وأذرعها في المنطقة وبعض الدول العربية، وهذا بالتأكيد يثبت أن الاحتلال الإسرائيلي يعني وصل إلى مرحلة من التراجع، يعني مرحلة أصبحت مشاهدة للجميع. فهذه المرحلة مرحلة الثقة أهمها، عندما يقول أحد الأكاديميين للإسرائيليين بني موريس الأكاديمي في جامعة تل أبيب إن إسرائيل أصبحت المكان الأقل أمنا لليهود في العالم، ما جرى أمس ماذا يضيف أكثر لضعف ثقة اليهود أو اليهود الموجودين في إسرائيل بأمن هذه الدولة؟ وهذا سؤال مهم جدا، بمعنى أن أهم سلاح
يعني وجه للاحتلال الإسرائيلي وضرب الاحتلال الإسرائيلي هو سلاح انتزاع الأمن والاقتصاد. الانتزاع الأمن والاقتصاد هذه أهم ركائز لوجود يعني الشعب السكان الصهاينة، لأنهم جاءوا من أصقاع الأرض، هم كانوا يمتلكون جنسيات وكانوا يمتلكون اقتصاد وكذا، ولكن كان هناك وعودات أن هذه الأرض الموعودة وهذه أرض المن والعسل، هذه أرض الأمن والأمان، هذه أرض الاقتصاد ورغد العيش. الاحتلال الإسرائيلي بعد معركة طوفان الأقصى فقد جزء كبير من الأمن ومن الاستقرار وكذلك من الاقتصاد، وهذا أصبح ملاحظ بشكل كبير جدا. هذه الضربة عززت هذا الجانب، عززت هذا الشعور لدى الاحتلال الإسرائيلي. هذه ليست التصريحات الأولى التي حضرتك نقلتها، هناك تصريحات أصبحت متداولة ليس فقط على لسان المجتمع الصهيوني، ليس فقط على الكتاب والإعلاميين، هذه تصريحات أصبحت تتناول ويتم الحديث عنها عبر وسائل إعلام من مؤرخين صهاينة، من كبار قادة الاحتلال الإسرائيلي، ممن أسسوا هذا الكيان. عندما نتحدث عن المؤرخ الصهيوني إيلان بابيل، هذا المؤرخ الكبير الذي تحدث بشكل واضح، قال معركة طوفان الأقصى وضعت حجر الأساس على نهاية المشروع، بداية نهاية المشروع الصهيوني. عندما يتحدث عضو الكنيسة عميد أليفي ويتحدث أنه أبرز إنجازات المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى وفي هذه المعركة أيضا التي استمرت أكثر من 190 يوما، إنجازاته هو أنه فقد المجتمع الإسرائيلي شعور بالأمن، فقط جانب الاقتصادي، والأهم من ذلك أنه أصبح الخطر يداهم الاحتلال الإسرائيلي طيب. في كل مكان. ولكن يا دكتور هاني، حتى نكون موضوعيين، الآن سيقول آخرون بالطرف المقابل أثبت هذا الهجوم ضعف القدرات العسكرية الإيرانية، وأن 300 صاروخ لم يصل منها شيء تقريبا. الاحتلال يقول 99% من الصواريخ تم إسقاطها، معظمها خارج يعني خارج الأراضي المحتلة، لم يسقط قتيل واحد ولا جريح، فيما ضربة بمسيرة إسرائيلية واحدة أو ربما من قصف من طائرة F-35 نسفت القنصلية الإيرانية عن بكرة أبيها بمن فيها. طبعا هنا للتقييم حتى يكون هناك في موضوعية بهذا الجانب، لأنه الكثير من ممن يأخذ هذا الرد، هناك من يأخذ هذا الرد والتقدير من يعني موقف مسبق من إيران، هناك من يأخذ هذا موقف أيضا بجانب محب ومقرب من إيران. الجانب الموضوع واضح أنه إيران لم تعلن حرب مفتوحة للاحتلال الإسرائيلي، أعلنت عن أنها ستنتقم من عملية الاغتيال، وكانت الأهداف واضحة، هناك 3 أهداف لعملية الاغتيال، وهنا السؤال الأهم، هل تحققت هذه الأهداف؟ لم تتحقق، وهذا كان واضح من خلال يعني النتائج الموجودة. أولا الهدف الأول هو كان هدف عسكري، وهو استهداف القواعد العسكرية التي انطلقت منها الطائرات الإسرائيلية ضرب القنصلية والسفارة الإيرانية في سوريا، وهذا تم استهدافه بشكل مباشر. السؤال الأهم، هل تدمر أم هم كان الهدف استهداف؟ كان هدفه عبارة عملية رد واستهداف، والاستهداف تحقق حسب طبعا حديث الإيراني. الهدف السياسي هو إيصال رسالة بأنه يعني أي عملية اغتيال قادمة سيكون الرد عليها قادم بدون تأخير. كان هناك صبر استراتيجي وكان عدم الرد، هذا أصبح واضح، وهذه المعادلة طبعا تم يعني فرضها بشكل واقع وأصبحت واقع. الهدف الاستراتيجي الثالث، وهو زمن أن تضرب إسرائيل وأن تميل الكفة الردع للاحتلال الإسرائيلي وأن يستهدف أي دولة وأي مكان في العالم دون رد هذه الكفة، واضح أنه كان هناك أيضا رسالة استراتيجية أن هذا الميل وهذا يعني التميز الاحتلال الإسرائيلي أن تميل الكفة له بهذا الجانب انتهت وزمنها ولا. وواضح أن هناك أصبح بالمناسبة هناك أصبح التجرؤ ليس فقط من إيران أخي الكريم، التجرؤ أصبح من الجميع. غزة بدأت والجميع أصبح يتجرأ الاحتلال الإسرائيلي، وبين هلالين أصبح الاحتلال المنطشة للجميع. هذا بالتأكيد عندما نتحدث عن هذه الأهداف، أنا لو لم تجد هذه الأهداف، هدف واحد فقط المعنوي، أن يرى العالم كله هذه القوة التي كانت تعتبر رابع قوة عظمى في المنطقة كلها، وكان الجميع يخشاها وشرط المنطقة، وكانت تستهدف أي مكان وتحافظ على مصالح الولايات المتحدة طيب. الأمريكية في المنطقة، الجميع يشاهد هذا الاستهداف، هذه الضربة المعنوية، هذه الهزيمة المعنوية، أنا بقول لك هذه تكفي. والأهم طيب، لماذا تكون معنوية دكتور هاني؟ لماذا لا تكون العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم؟ لماذا يعني اختارت إيران أن تكون ضربة معنوية رمزية مع ما لها من دلالات، لا أحد يقلل من هذه الدلالات الاستراتيجية، وأن لا تكون ضربة
أنا لست محلل عسكري، لكن البعض يقول لماذا لا تكون ضربة عسكرية قريبة من حليفها في لبنان حزب الله؟ الصواريخ لن تأخذ هذه الساعات الطوال التي لدى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسرائيل وحتى الأردن، الوقت الكافي لرصد هذه الصواريخ واستهدافها بدقة وإسقاطها قبل أن تصل. نعم، هذا سؤال مهم، وهذا بالمناسبة أيضا هذا ما يأمله ليس شعبنا الفلسطيني، الأمة العربية والإسلامية، أن تكون هناك ضربة مؤلمة وقاسية وقاتل الاحتلال الإسرائيلي. والأولى أنا بتقديري أن يتم هذا الأمر من أقرب الدول لشعبنا الفلسطيني قطاع غزة وللضفة الغربية والقدس. أخي الكريم، نعم الجميع يأمل أن تكون هيك هذه الضربة، ولكن واضح أن هناك سياسة إيرانية بهذا الجانب، وهناك نظرة استراتيجية تريد أن تحققها من خلال هذه الضربة، والجميع كان يأمل أن تكون الضربة قاتلة وأن تعلن الحرب، ولكن في النهاية هذه مصالح دول. ولكن الأهم هو التجرؤ وفتح مساحة أخرى لعمليات الاستهداف، بمعنى أن الآن المجال أصبح مفتوح لجميع الدول العربية والإسلامية وحتى الشعوب العربية والإسلامية أن تلتحم في هذه المعركة. والأولى والأقرب أن تتدخل الدول العربية الأقرب من فلسطين. أخي الكريم، السؤال الأهم الآن لماذا الأردن لا يكون لها تدخل حقيقي ودعم شعبنا الفلسطيني؟ لماذا مصر؟ لماذا تدخلت الأردن؟ تدخلت وأصدرت بيانات تندد بانتهاك السيادة الأردنية، وهناك أقوال بأنه أطلقت صواريخ، أسقطت بعض الصواريخ الإيرانية. البعض يتساءل أنه لماذا لا يكون هناك تصدي من الأردن لبعض الصواريخ الإسرائيلية التي تطلق من إسرائيل على سوريا؟ نعم. مثلا هناك سؤال مهم جدا بالمناسبة من الشعوب العربية والإسلامية وحتى من شعبنا الفلسطيني. عندما تم استهداف العراق في الضربة الأمريكية يعني اجتياح العراق وتدمير العراق، انطلقت بعض الطائرات وبعض الصواريخ من الأردن وبالقرب من الأردن، لماذا الأردن لم تتصدى لها كما تصدت للصواريخ التي توجهت الاحتلال الإسرائيلي؟ هذا سؤال مشروع. والسؤال الأهم، في حال الاحتلال الإسرائيلي قرر وهو بالنهاية سيرد على إيران، هل الأردن أيضا ستقوم بإسقاط الطائرات الإسرائيلية والمسيرات الإسرائيلية والصواريخ الإسرائيلية؟ هذا سؤال مهم طبعا. لذلك أنا أقول لك الجميع، شعبنا الفلسطيني ليس يأمل من إيران، شعب الفلسطيني يأمل من إيران ومن لبنان ومن اليمن ومن العراق ومن مصر ومن سوريا ومن الأردن ومن كل أمتنا العربية والإسلامية أن يكون لها دور فاعل ومؤلم ومؤثر. أخي الكريم، طبعا هذا الدور أن يكون مؤلم وموجه في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أن يكون هناك فعلا تدخل حقيقي. عندما تم بالأمس أخي الكريم انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بعض الدول العربية إسرائيل ومنظومته كلها، خف الضغط على قطاع غزة، الطائرات لم تتواجد على قطاع غزة بشكل كامل. الانشغال هذا كله خدم شعبنا الفلسطيني. الجميع يسأل أسلحة العربية والإسلامية، ما هي وظيفة الجيوش العربية والإسلامية إن لم يكن لها دور في نصرة شعبنا في قطاع غزة، من أيضا نصرة القدس والأقصى والمسجد؟ شكرا لك يا دكتور هاني، وصلت الرسالة. الكاتب والمحلل السياسي دكتور هاني الدالي.